نسأل هذا السائل من الرياض عن ما يسمى بنزالة البيت الجديد، وهو ذبح خراف أو بقر أو جمال. إذا كان يعتقد أن هذا عبادة وأنه فيه بركة للبيت طرد للشيطان، هذا لا يجوز، يصل إلى حد الشرك. إذا ذبح لغير الله يتقي شر الجن والشياطين، يكون هذا من الشرك والعياذ بالله. أما إذا ذبح هذا من باب العادة ومن باب الفرح والسرور بنزول البيت الجديد ويدعو إخوانه وأحبابه في هذه المناسبة، هذا لا بأس به. نعم.